بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية برضو الدعاء لأهلنا وحبايبنا وحتى مننا، أهل فلسطين، أهل السودان، أي مكان في العالم منكوبين، يا رب انصرهم، يا رب ثبت أقدامهم، يا رب سدد رميهم، يا رب ارزقهم فرجا قريبا عاجلا وليس آجلا. اللهم ارزقهم فرحة كبيرة يفرحوا بيها يا رب، ونفرح معاهم يا رب. في تعليق جالي أكتر من مرة من سيدة أنا بحييها جدا من الجزائر، بحييها عشان بتحمد ربنا على اللي هي فيه، والحقيقة ده شعور لازم نتحلى بيه كلنا. لئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني اللي بيشكر ربنا ربنا بيزوده، واللي ربنا اللي مش بيشكر عذاب شديد. فالست دي بتقول لي انا ازاي، ساعديني ازاي انظم بيتي واروقه واخليه جميل ومظهر جميل، اللي هو مكون من غرفة واحدة، من بيتها مكون من غرفة واحدة. الحقيقة التعليق ده جالي اكتر من مرة، وعشان كده صممت اعمل لها الفيديو ده خصوصي كده ليها ولكل الناس اللي بيوتهم ضيقة. نحمد ربنا ان احنا عندنا بيت من اصله. نشوف اللي في غزة، نشوف اللي حتى في مصر، في مصر في ناس كتير ما عندهاش بيت، في ناس كتير بتطرد من بيوتها عشان مش قادرة تدفع الايجار وبتبقى في الشارع، في ناس كتير بيتم التحايل عليها وبتطلع من بيوتها وبتبقى مش عارفة تروح فين. فنعمة الحيطان دي، حيطان بيت حتى لو من أوضة واحدة، دي نعمة كبيرة جدا جدا، ربنا يدمها علينا نعمة كلنا. فأنا بحيي الست الجزائرية دي جدا وعمل لها الفيديو ده ليها، ولأي حد بيته ضيق ربنا يوسع على الجميع، لكن نحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها. لا نألف النعمة، ما نقولش دي حاجة عادية، لا، احنا لازم نتذكر نعمة ربنا علينا ونحمد ربنا عليها كل شوية. الحقيقة أنا جمعت لها شوية أفكار كده يا رب يساعدوها هي وكل واحدة بيتها ضيق. أول حاجة، لو ما فيش مكان لترابيزة أو طاولة كبيرة، ممكن نستعمل ظهر الباب بتاع الأوضة دي أو بتاع باب الشقة أو بتاع يعني ظهر الباب، نحط فيه أرفف كده ونستعملها، نحط فيها أغراض معينة بطريقة ظريفة كده مبتكرة علشان نستغل مساحة الباب بتاع الأوضة أو الشقة. تمام. تاني حاجة، في ناس كتير، نساء كتير بيحطوا أدوات التنظيف في المطبخ والحمام، وده بياخد مساحة من ناحية، ومن ناحية تانية بيبقى منظر مش لطيف. طب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ نزحزح التلاجة سنة كده، هنلاقي فيه فراغ بينها وبين الحيطة، نحط فيه بقى مكنسة، مساحة، أدوات تنظيف، أي حاجة. كمان فوق التلاجة ممكن نستعمله، نحط فيه بوكس كبير، نحط فيه دولاب، نحط أو حتى أي إناء نحطه عليه ونحط فيه أدوات التنظيف دي. تمام. رقم ثلاثة، ممكن نشتري سرير اللي هو بيبقى فيه تخزين، فيه مساحة تخزين تحتيه، وده بيدي منظر جميل لأن احنا بنستغل المساحة اللي تحته وبندخل فيها شوية أغراض كتيرة، بحيث ان احنا نتخلص من الاغراض ما تبقاش زحمانة في المكان. رقم اربعة، ممكن قوي نستخدم مواسير او خشب عشان نعملها بطريقة ظريفة كده، استند نعلق عليه الهدوم وتحتها نحط تحته الاحذية. تمام. ممكن كمان نشتري اساس أو أثاث بالسه، يعني عفش قابل للطي، في ترابيزات قابلة للطي وفي حاجات كتير قابلة للطي، يعني نستخدمها وبعدين نلمها على جنب كده ساعة ما نكون مش مستخدمينها. تمام. رقم ستة، ممكن قوي نحط في المطبخ أرفف وفي الحمام، في أي حيطة ممكن تكون متاحة بالنسبة لنا نحط فيها أرفف فوق بعض كده، نحط عليهم برضو الأغراض بتاعتنا. تمام.
برضو ممكن نحط أرفف في المساحة اللي بين المطبخ والحمام، لو في طرقة، لو في مكان حتى لو صغير ممكن نحط فيه أرفف أو مكتبة اللي هي بتبقى زي الخلية دي، بنحط عليها برضو أغراض المطبخ أو الحمام. رقم 7، اللعب برضو بتدي مظهر غير لائق أو بتدي كركبة بمعنى أصح، عشان كده نعود الأولاد إن هم بعد ما يخلصوا لعب بحاجات معينة يحطوها في مكانها وبعد كده يجيبوا غيرها، ما يفرشوش كل اللعب مرة واحدة. مكانها ده اللي هو إيه؟ اللي هو يا إما سلة متعلقة، يا إما رف، يا إما أي حاجة بتبقى في مكان معين، يا إما تحت ترابيزة، المهم ليها مكان وليها سلة معينة أو كيسة معينة أو بوكس معين بتحط فيه اللعب، وما نطلعش لعب إلا اللي إحنا بنستخدمها ولما نخلص نشيلها وناخد غيرها. تمام؟ رقم 8، المطبخ لو صغير ممكن أوي نحط في أرفف في الحوائط، وممكن نستخدم جنب التلاجة نحط برضو فيه أرفف، في أرفف كده بتتعلق في التلاجة وتستخدميه جنب التلاجة لوضع الأغراض بتاعتك. لو برضو في مكان بين البوتاجاز وبين التلاجة أو بين البوتاجاز أو بين الحيطة، ممكن في دلوقتي منظمات عبارة عن أدوار كده، أرفف أدوار بتتحط في المكان ده وبتاخد أغراض كتير. رقم 9، ممكن نستخدم شانون معدني. الشانون هو وحدة أدراج فوق بعضها كده، أدراج واسعة فوق بعضها بتاخد مساحة صغيرة لكن بتبقى طويلة لفوق كده وبتاخد حاجات كتير. هقولك برضو على أسرار لترتيب البيت الصغير. أول حاجة من الأسرار دي سلل بلاستيكية عشان نحط فيها الحاجات المتشابهة، يعني منظمات بلاستيكية كده، بوكسات بلاستيك كده بنحط فيها الأشياء المتشابهة، يعني الأدوية مع بعض، الكتب مع بعض، التوك مع بعض، اللعب مع بعض، كل حاجة مع بعضها في البوكسات دي. وفي بوكسات منهم ليها غطا بحيث ان احنا ممكن نحطها فوق بعضها. تمام؟ تاني حاجة، عدم اوعي تحطي الأدوية في خزانة أو في دولاب مقفول عشان ما تخسرش. طب نحطها فين؟ نحطها في رف عالي في المطبخ أو في أي رف عالي في أي مكان في الأوضة علشان الأولاد ما يطولوهاش ويلعبوا فيها. كمان المنظفات اللي هي خطر على الأطفال ممكن برضو نحطها في رف عالي في المطبخ أو في الحمام أو في أي حتة في رف عالي جدا. تمام؟ الرقم 3 في أسرار ترتيب البيت الصغير، احتفظي بأدوات عيد الميلاد. طبعا بتبقى غالية، لو بتعملي عيد ميلاد بتستخدمي حاجات للزينة كتير وشمع بقى ومعرفش حاجات كده، حطي كل الحاجات دي مع بعضها في مكان علشان لما يجيلك عيد ميلاد تاني تستخدميها تاني. تمام؟ وتبقي وفرتي وفي نفس الوقت لقيتي الحاجات كلها مع بعضها. نفس الموضوع لو عندك أدوات للمصيف، لو بتروحي مصيف يعني، كل الحاجات مع بعضها في مكان واحد واكتبي في الكراسة اللي احنا اتفقنا عليها المكان ده عشان ما تنسيهوش. تمام؟ طيب لو انتي بتعملي العيش في البيت او الخبز، حطي برضو كل المكونات بتاعته مع بعضها في مكان معين بحيث تيجي تعملي العيش او الخبز تجيبي الحاجة مع بعضها، مش تجيبي حاجة من التلاجة وحاجة من تحت السرير وحاجة معرفش، لأ. تمام؟ النظام بيريحنا وبيدينا راحة نفسية حلوة جدا. الحاجة اللي بعد كده، استخدمي المساحة اللي تحت الترابيزات، تحت أي طاولة استخدمي المساحة دي، حطي فيها بوكسات وحطي فيها أغراض معينة، ممكن لو ليها غطا حطي على بعض. تمام؟ الرقم اللي بعد كده، في منظمات برضو بلاستيكية ورخيصة ومتاحة لمعجون الأسنان بقى والأدوات الحمام كلها، وبرضو بوكس تاني لأدوات التنظيف في الحمام. تمام؟ النقطة اللي بعد كده، لو أمكن تعملي الشباك بتاع الأوضة أو بتاع المكان ده، لو أنت لسه هتدخلي فيه أو لسه هتسكني فيه،
اعملي الشباك واسع جدا بحيث يعكس لك منظر الطبيعة جوه ويعكس لك إضاءة وتبقى المكان أكتر راحة، تمام؟ طيب برضو لو عندك بلكونة ممكن تعملي فيها أرفف وتستغليها وتغطيها بمشمع أو بأي حاجة، وممكن تعملي تندة للبلكونة علشان الشتاء ما يبلش الحاجات اللي انت حطاها. النقطة اللي بعد كده، لو أمكن تعملي دولاب في المطبخ اعملي دولاب بس يكون فاتح اللون علشان يديكي راحة نفسية وإضاءة واتساع للمكان، تمام؟ حطي بقى شوية ستيكر كده أو رسومات على التلاجة على البوتاجاز علشان يديكي كده بهجة للمكان وراحة نفسية كده وحاجات حلوة، تمام؟ استخدمي النقطة اللي بعد كده، لو متاح ليكي ولاد والمكان ضيق اعملي أو اشتري سرير بدورين، فده هيريحك ويوفر لك مساحة كبيرة. آخر نقطة، لازم لازم البيوت الصغيرة تتنظف وتتنظم أول بأول، ما نسيبهاش ونركنها أبدا، ونعود اللي معانا إن هما لازم كل حاجة تتشال في ساعتها، كل حاجة، اللعب، الكوبايات، الزجاجات، أي حاجة تتروق أول بأول علشان ما نحسش إن المكان بقى زحمة قوي بالنسبة لنا وبقى مثير للأعصاب وبقى مضايقنا الزحمة بتاعته وحاسين إن المكان ضيق. المكان لما يتروق هيبقى أحلى بكتير. أنا أعرف أسرة كانت مكونة من عدد كبير من الأولاد وكانت الحقيقة بيجيلها ضيوف كتير، والكل دول كانوا في أوضة واحدة، فلكن كل ما نروح لهم نلاقي البيت ما شاء الله زي الفل، تمام؟ فربنا يوسع الجميع وربنا يعين الكل وربنا يرزق كل واحد. وده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم ويا رب تستفيدوا منه، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم جدا، ألف سلامة.